استثمار هو أن تستثمر في نفسك، وهذا ما تحرص عليه دائماً جامعة الملك فهد للبترول والمعادن. الاستثمار في مهارات طلابها وطالباتها، وأهمها مهارة الخطابة والتواصل. وإحدى ثمرات اليوم تنظيم مجموعة من طلاب الجامعة، أعضاء نادي توست ماسترز الطلابي بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن الذي هو أحد الفروع التابعة لمنظمة توست ماسترز العالمية، لأكبر حدث في مستوى المنطقة بعنوان ستيج ماسترز. الفكرة يمكن قبل 4 شهور 5 شهور كذا كنت ناوي أكلم محمد اليحطاني أنه نجيبه ونستضيفه في الفعالية، يعني نجيبه مثلا مبنى 70 ولا مبنى 60 ونسوي فعالية كذا يلقي خطاب وشغلة زي كذا. بعدين جاء أحد الأشخاص نواف الحربي صديقنا هنا، قال ليه ما تجيب رعاة وكذا، لأنه يعني الفعالية تستاهل، وشخص ما شاء الله ممتاز ووصل أماكن عالمية وستيجز عالمية، فأفضل أنه تجيب رعاة وتكبر الحفل شوي. بعدين فجأة جت فكرة أنه ليش ما تجيب أكثر من شخص، ليه ما تجيب أكثر من بطل عالم، ليه ما تخليها يعني على مستوى عالمي أكبر. الأهداف التي حققناها خلال هذا الحدث جدا عظيمة. أولها حفزنا كمية كبيرة من الطلاب والجمهور أنهم يدخلون في هذا المجال، زي ما تعرفون الستيج له رهبة دائما، والحمد لله زي ما أنتم شايفين الحضور يفوق 1000 متفرج، عدد المستفيدين والمسجلين في البث أو الحضور يتعدى 1500. شعور جدا عظيم لما ترى تأثيرك وتعبك ومجهودك يظهر نتائج على هؤلاء الجمهور. فاشتغلنا أنا وياه لمدة 6 شهور بلا تعب، ولا هو كان في تعب لكن بلا كلل أو ملل على هذا الحدث، وأقدر أقول أن النادي هذا غير حياتي. على مسرح الجامعة اليوم يقف 4 من أبطال العالم في فن الإلقاء والخطابة، ومتحدث خامس معتمد من منظمة توست ماسترز العالمية، اجتمعوا من دول مختلفة ليلهموا طلابنا وينقلون لهم تجاربهم وخبراتهم. أنا والله أفتخر جدا لأنه يكون في علمك يعني أول مرة على مستوى أندية الخطابة في العالم، لأول مرة يجتمع 4 خطباء فازوا بكأس العالم أو بطولة العالم، أول مرة يجتمعون على المسرح واحد. لم تحصل في أمريكا ولم تحصل في أوروبا ولم تحصل في أي مكان في العالم، استطعنا حن فقط اللي نسويها. فإن دل هذا على شيء، دل أنه الله يبارك فيهم اللي كانوا قائمين على هذه الفعالية أنجزوا إنجاز لم يستطع غيرهم أن ينجز. This night has been amazing. It's always such an adventure. There's so much that goes on behind the scenes, but there's also the moment when you go on stage and you have this realization of this is really happening. And then you see the faces, you see the appreciation, you see some nodding ever so often, and that's what you carry with you at the end of the day. I don't feel as though I presented, I feel as though the audience and myself had a nice little conversation which we will carry with ourselves for the rest of our lives. أنا فوجئت بحجم الإعداد والتعب ونوعية الجمهور والضبط في كل حركة، شباب مشغولين بالدراسة والنجاح وعندهم جدول مشغول، لكن سووا هذا العمل شباب سعودي نفتخر فيه جدا، فجدا أنا سعيد بوجودي هنا. لقد قيل إذا فقدت جميع ما تملك وبقي لك فقط فن التواصل فهذا يكفي، إذ به تستطيع استعادة كل ما فقدته. للقناة السعودية بشير القبوس الظهراني.